إلى زايد، نذهب إلى ضيف من موسكو معنا ديمتري بريجا الباحث في الشأن الروسي. أهلا بك سيد ديمتري. يعني كباحث في الشأن الروسي، كيف تنظر إلى ما جرى اليوم؟ هل يمكن أن تكون هذه رسالة روسية للغرب المنقسم على نفسه بشأن ما يجري في أوكرانيا، ما بين دول تريد العودة للحوار والمفاوضات ودول ما زالت متشددة وتريد التصعيد؟ أعتقد بكل تأكيد الآن هذا التصعيد الذي نراه ضد بولندا والاستهداف الذي نراه، روسيا تنفي صلتها يبدو بهذا الاستهداف وتقول بأنها الصوت غير محاولة ل واضح من المصدر. نعم، واصل واصل واصل. هي محاولة لإقحام روسيا للذهاب لحرب مع الحلف الشمال الأطلسي، ومن الواضح بأن يعني هذا ما يحدث الآن، التصعيد الذي نراه الآن هو قد يعني يسبب بأزمة كبيرة بين الاتحاد الأوروبي من جهة والحلف الشمالي الأطلسي من جهة وروسيا، وروسيا كما قلت تنفي صلتها بهذا الاستهداف للأراضي البولندية. وأعتقد بأن يعني هذا الشيء ما نراه الآن هو أيضا محاولة لإقحام روسيا يعني مواصلة ليكون هناك تصعيد مع حلف الشمال الأطلسي في ظل القمة العشرين التي الآن تحدث، ويعني ربط هذا الاستهداف ب يعني مخرجات القمة، قمة العشرين. طيب سيد ديمتري، ما سقف هذا التصعيد برأيك بين الاتحاد الأوروبي والناتو من جهة وروسيا؟ هل يصل الأمر إلى حد مواجهة عسكرية كما قال قبل قليل عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي إذا ما ثبت أن لا صواريخ هذه هي صواريخ روسية؟ لا أعتقد ذلك، لا أعتقد حتى في الوقت الحالي يمكن الحديث عن أن يعني حلف الشمال الأطلسي قد يستهدف الأراضي الروسية أو نرى تصعيد. بكل تأكيد قد نرى مزيدا من العقوبات قد تفرض على روسيا بسبب يعني هذا الاستهداف للأراضي البولندية إذا ما تم إيجاد دلائل مباشرة بأن هذا الاستهداف له صلة بالقوات الروسية. ولكن كما قلت حتى الآن روسيا تنفي صلتها، ويجب أن نفهم بأن في القوانين الدولية إذا حدث خطأ ولم يتم استهداف يعني استهداف متعمد للأراضي ضمن الحلف الشمال الأطلسي، فهذا يعني بأن يعني لن يكون هناك أي رد. فيجب أن نفهم بأن هناك عدة مخرجات من هذا الاستهداف إذا ما تم يعني اعتراف رسمي أو وجود دلائل بأن روسيا لها علاقة بهذا الاستهداف. فبكل تأكيد يمكن أن يتم فرض مزيد من العقوبات على روسيا، وكما نرى الآن هناك حديث عن مزيد من العقوبات قد تفرض على روسيا في الأشهر القادمة، أو قد نرى فقط يعني تصريحات وفقط مزيد من الضغط ودعم للقوات الأوكرانية التي تواجه القوات الروسية. يعني سيد ديمتري، قلت إن هذا محاولة لإقحام روسيا في الأمر، ولكن في الواقع روسيا اليوم استهدفت أوكرانيا بعدد كبير من الصواريخ، واستهدفت محطات للطاقة ومواقع مهمة. ألا يمكن أن يكون هذا أقرب لتصديق الرواية بعض يعني المصادر الغربية التي يعني أكدت أن روسيا على صلة بهذه الصواريخ، وهو موقف أيضا تبناها الرئيس زيلينسكي وقال إن لديه أدلة قاطعة تثبت أن روسيا هي من استهدفت بولندا بهذه الصواريخ؟ يجب أن نفهم بأن الرئيس زيلينسكي ما يحاول الآن أن يفعله هي محاولة فقط من الرئيس زيلينسكي لكي يعني يستقطب العالم ليرى مزيد، ليكون هناك مزيد من الدعم للقوات الأوكرانية التي تواجه الآن القوات الروسية، لأنه في بعض الدول رفضت تقديم الأسلحة للقوات الأوكرانية من جهة. ويجب أن نفهم بأن التصريحات الرسمية حتى لوزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع التي حتى الآن لم تعطي أي يعني كلام رسمي بأن هذا الاستهداف هو استهداف من قبل القوات الروسية. ويجب أن نفهم بأن يعني حتى الآن بكل تأكيد روسيا بدأت تستعمل استراتيجية مختلفة باستهداف محطات الكهرباء في أوكرانيا، استهداف البنى التحتية الأوكرانية، وهي محاولة فقط للضغط على أوكرانيا وإجبار القيادة الأوكرانية للتفاوض مع روسيا بالشروط الروسية. ولذلك يعني أعتقد هناك بأن تغيير بكل في تأكيد الاستراتيجية هذه لا العسكرية الروسية في هذه الحرب، لكن سيد ديمتري، كيف ستستخدم روسيا دبلوماسيتها
لعدم الذهاب إلى تصعيد الآن، يعني في ظل تصعيد أوروبي، بعض الدول الأوروبية، دول البلطيق أيضا تصعد، كيف يمكن أن تكون القنوات الدبلوماسية الحالية الروسية تعمل في هذا الاتجاه؟ الآن هناك محاولات بكل تأكيد من قبل وزارة الخارجية الروسية للتفاوض أو جد حلول أو الذهاب للتفاوض مع أوكرانيا. يكون حتى الآن واضح بأن روسيا منفتحة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بكل تأكيد وفق الشروط الروسية، لأنه حتى الآن منذ بداية بسميها الكريمل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، روسيا كانت تطلب من أوكرانيا الحيادية، موضوع نزع السلاح، موضوع حل مشاكل ما يسميها نعم، بوتين ولكن بخصوص هذه المجموعات الحادثة النازية تحديدا، الفاشية. أو هذا الاعتداء أو الانفجار كما كل طرف يصفه حسب رؤيته وموقفه من روسيا، هل ممكن أن نتوقع اتصالا روسيا أمريكيا لنزع فتيل الأزمة أو التوتر؟ أعتقد بكل تأكيد الآن كل القنوات الدبلوماسية مفتوحة لإيجاد حلول لهذا الاستهداف. كما قلت، روسيا تنفي صلتها بهذا الاستهداف، ورأينا تصريحات رسمية وزارة الدفاع الروسية، وأعتقد بأن في الساعات القادمة يمكن روسيا أن تقدم دلائل بأن ليس لها صلة بهذا الاستهداف. أشكرك جزيلا سيد ديمتري بريجا، الباحث في الشأن الروسي، كنت معنا من موسكو. نعود إلى مراسلنا زيد بنيامين في كاليفورنيا.